ما كاينش شي واحد يجي يدوي معايا على الاخر الا ما شافش صاحبته بلا ماكياج.
واحد النهار دخلت ما حنا مرتبين عتي السبرديس كلشي كتلقاه في بلاصتو. دخلت درت هاد مشات وحسن الحظ ديالي جات فرده فوق فرده مع جات جمعت حوايجي مشيت كنجري قلت له واش مغاديش نسافروا. قال لي ديك ما خصنا حتى الموضوع بقينا للسفر من تما ما بقيتش كنحمل شي حاجه سميتها السفيره ولا الكيره. كندوز حدا المحطه كنقول تفو نعلها سلعه ولا شي بوس انا وصلكم باللي شوف شوف واخا الدول المتقدمه كيقولوا شي حكام مزياني واخا كيقولوا مازال في التطور وكيختاروا مزيان اما حنا مازال كنقولوا بينا ما عطيتيش الصباط جديد غادي يعني شي صباط لازم نعطوا لا كاين شي واحد يجي يدوي معايا على الغا الا ما شافش صاحب صوب لو ماكياج حتى هو راه سير البنات عندنا حنا في شكال ولكن ما نكروش ما نكروش البنات حنا عندنا في المغرب زوينه تبارك الله طول باين عليك الدبلي فهمتيني هي من ديك الناحيه ديال الزين كاين غير كيبقى لك واحد القضيه فاش كتحيد الماكياج كيمشي الزين وكتبقى لا فانت حيت البنت بالماكياج تقدر تسمى سوسان غزلان صابرين سعاد شي جميله لكن غير انفو تقلب الايه فاش كتفيق الصباح كتلقى علان قدور طنطون مداني ادم خويا الصغير شي بعض المرات